إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجزء الثاني، هذا المؤقت تجمع إنرجي كال قدرة التحمل تاعها 3500 واط، كما هو معلوم 16 أمبير. 3500 واط هي قدرة تحمل نقاط التحكم، أما النقاط الخاصة بالوشيعة قلنا لا علاقة عندهم، 1.5 1.5 حتى 2 أمبير. إذا كانت قدرة المصابيح اللي عندنا أو شيء ما التسخين تفوق نسبة 3500 واط، فهذا مشين للجهاز ومفسد له. هنا في هذه الحالة نضيفه كونتاكتور، في عوض ما نجيب لافاز تاعنا الحار من نقطة 18 إلى المستقبل، سواء كان ذلك المستقبل جهاز اشتعال لمبة أو جهاز تدفئة، نجيبوه للوشيعة. في عوض نجيبوه للمستقبل نجيبوه للوشيعة A2. الوشيعة A1 ندخلوا لها الناتر البارد، وA2 جهة من 18 نجيبوها A2، مفهومة؟ كي جهة يلقط الكونتاكتور يلقط التغذية ندوها من T1 T2 T3. بطبيعة الحال L1 L2 L3 رانا دايرين التغذية، التغذية اللي تروح للحمل تجي منا من نقاط التلامس، هذه الثلاثة مفهومة؟ هذه هي الانتقائية. أما البرمجة جماعة، عندنا ميني، ندخلو في الميني، لأنك تشري الجهاز تشريه ديريغلي التاريخ خاطئ، ندخلو في الميني. إذا أردنا أن ندخل إلى التاريخ نساوي التاريخ، نضغط على هذا السهم الذي يشير إلى الأسفل، الوقت، ندخل على الوقت، نغير الوقت تاعنا بهذه الأزقم الساعة تاعي تشير إلى 1:41، نضغط أوكي على الساعة، جي جهة الدقائق، نغير نصعد أو ننزل بهذه الأسهم، ندير أوكي، مفهومة؟ نعاود نقول لهذا السهم للتاريخ، لتغيير التاريخ، ندخل نديرو أوكي. العام 2022 بطبيعة الحال نغير دائما ونطلع نهود بهذه الأسهم 2022، نديرو أوكي. الشهر هو الواحد، يعني جونفي، شهر جونفي، شهر 2 هو فيفري، شهر 3 هو مارس حسب ترتيب الأشهر. احنا نديروه 1 يعني جونفي، نديرو أوكي. جور يعني 14، يعني لو كاتورزيام جور 14 يوم اللي هو اليوم الجمعة، 01 هو يعني الشهر، يعني الجمعة 1 يعني جونفي. أوكي، هذه هي. نعاودو نولو هنا. إذا أردنا أن ندخل إلى برمجة الوقت، ندخل ميني نديرو أوكي نوفو. أنا غادي يعطينا نوفو، فيه 85 برنامج فارغ، هذا الجهاز فيه 85، الله يبارك، برنامج بي يعني تعني بي برنامج واحد، ندخل في البرنامج واحد. هنا دايرين اون اوف، هنا نغيروا الاون اوف، نديروا اون، ندخلوا اوكي، نديروا اون، هيا راها اون، نغيروا اوف، هنا اوف، نديروا اون يعني بداية التشغيل، نديروا اوكي، نخيروا الساعة تاعنا اللي بغينا نضبطوها علينا، نضبطوها للتشغيل، على سبيل المثال نديروا على الواحدة، نديروا على الرابعة، الخامسة، نديروا على الثامنة ونصف صباحا، يشتغل ذلك الشيء، نديرو أوكي. وي هنا نعم، هنا واحد تشير إلى أيام الأسبوع اللي هو الأول السبت، بالمناسبة هذا الجهاز يعني الواحد هو السبت، نديرو نعم، السبت يشتغل، الأحد يشتغل، نعم، الاثنين، احنا نديرو الاثنين لا يشتغل. اذا اردنا ان يوم الاثنين يكون برنامج فارغ ما فيهش والو، نديرو هنا في هذا السهم
ردوها نو يعني لا. نعود ندركو اوكي، لما دركناها هي واحد اثنان ثلاثة، اليوم الثالث من الاسبوع اللي هو مصادف للاثنين لا يعمل. نديرو يوم الثلاثاء يعمل، الاربعاء يعمل، الخميس يعمل، الجمعة لا. إذا أردنا أن الجمعة لا نضغط على هذه نو ونديرو أوكي. صحيح فهمتوها يا جماعة؟ هذا برنامج التشغيل، برنامج الإيقاف. نديرو ميني، ندخلو في البروغرام، نديرو نوفو. عندنا 84 بي، 84 برنامج فارغ، بي يعني بروغرام، برنامج اثنين. نروحو روحوا اوكي. نديرو اون اوف اوف، نديرو اوكي ونديرو الوقت تاعنا تاع الايقاف. على سبيل المثال احنا درنا على الثامنه والثامنه والنصف الاشتعال، على الثامنه على التاسعه الاطفاء، على التاسعة صباحا الإطفاء. على سبيل المثال درنا ساعة، درنا ساعة الضبط يكون عبر هذه الأسهم. نديرو ساعة تامنة ونصف اشتعال، تاسعة ونصف الإطفاء. نديرو أوكي، نديرو وي نعم. دائما الواحد هو السبت، الاشتعال يكون، الإطفاء يكون يوم السبت ويوم الأحد يوم الاثنين. قلنا يوم الثلاثاء ما كانش. إذا أردنا يوم الثلاثاء برنامج يكون لا إطفاء ولا اشتعال، نغير هذا السهم نو. نعم الخميس نعم، الجمعة برنامج فارغ، نغير بهذا الاسم بالسهم ونديرو نو يعني لا ونديرو أوكي. فيها ثواني، فيها ثواني يعني قد نستغنوا على النظام القديم تاع نديرو كونتاكتور وريلي تومبوريزي اللي درتها لكم. قد مباشرة غيب هذه، غيب هذه نشغلوا جرس المدرسة بالثواني. كيفاش نديرو؟ ندخلوا ميني، ندخلوا بروغرام نوفو، نوفو نضغطوا هنا، نعاودوا بي 3 ندخلوا هنا. عفوا امبلسيون، عاودوا امبلسيون. كي تلقى امبلسيون ندخلوا امبلسيون، نظام النبض تشغيل النبضي امبلسيون، ندخلوا على امبلسيون هذه. على سبيل المثال المدرسة تاعنا دخول على الثامنة، على الثامنة صباحا، الساعة الثامنة الدقائق الثامنة صباحا، نديروها صفر صفر، الثامنة صباحا، ثامنة صباحا. هنا قالك ديغي، ديغي هنا هي المدة الزمنية 15، وهذه الإشارات تشير إلى النبض يعني بالثواني، بالثواني يعني غادي نديروها هنا نقصوا ولا نزيدوا عبر هذه الأسهم. حنا نديروها 20 ثانية فقط، صونات الجرس 20 ثانية باش ما الجرس لا تحترق. نديرو أوكي. أيام الأسبوع واحد السبت ما كانش، سبت القراية ما كانش، دخول المدرسي ما كانش، نغيروا هنا نديروا لا. الأحد يدخلوا التلاميذ المدرسة نديروا نعم، الاثنين نعم، الثلاثاء نعم، الأربعاء نعم، الخميس نعم، الجمعة لا. نغيروا هنا عبر السهم نديروا لا نو ونديروا أوكي. صحيح هنا دخلنا دخل البروغرام تاع النبضي، التشغيل النبضي، ضبط زمن التشغيل النبضي يعني بالثانية. إذا أردنا أن ننظر إلى ما برنامج المخزن في هذا الجهاز نديرو موني، نديرو أوكي، ثم ندخل مباشرة إلى هذا السهم فنجد ريفيزيون. ريفيزيون يعني ملاحظة ما ضبطناه سابقا، ندخلو أوكي. هنا رانا درنا بروغرام على 8:30، بروغرام على 8:30، بروغرام 2 على 8:30، على 9:30 يدفع، بروغرام بي 3 اللي هو هوا النبضي، هي 20 سكوند 20 ثانية هوا اللانسيني تاعها، يعني الثامنة صباحا الجرس يرن مدة 20 ثانية فقط ويحبس.
هذه هي. إذا أردنا نسخ محو كل وتغيير البرنامج، نبغي نمحو البرنامج تاعنا، نضغط على ماني، ندخلوا على طون دات لونغ، لا عفوا، ندخلوا ماني، نديروا اوكي، نضغطوا على هذا السهم ريفيزيون افاسي. افاسي يعني المحو، نمحو، نبغوا نمحو اونيكمون واحد برنامج فقط، ندخلوا على هذه ونمحو اي برنامج، باغ اكزومبل برنامج بي 2 نمحوه، ولا برنامج بي 3 برنامج الثالث نمحوه. مفهومه هذه؟ اذا اردنا محو افاسي، اذا اردنا ان نمحو كل البرامج، نضغط على افاسي ثم على هذا السهم يخرج لنا تو يعني كل، ثم بعد ذلك نضغط على اوكي فتخرج لنا نعم، فنعاود نضغط اوكي فمحونا كاع، محونا البرنامج السابق مباشرة. نشوفوا لا عندنا 85 برنامج فارغ، نديروا هاك بروغرام نوفو 85، محيناهم كاع. هذه هي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.